يعني الشمس كاينه ولا ما كايناش؟ وكان حتى كان كاين الله في كل مكان، وما يحلى الكلام وما تحلى الجلسه مع الحباب، حتى نصلي بجميع سيدنا النبي لعدنان. اللهم صل عليك يا رسول الله. وكان يا سيدي واحد الحوت عنده تشابوله في التاريخ حدا مرقاله، وما كيكسب غير القصبه وبولونتي. واحد الصباح كان بحر هو يخرج يصطاد، سيب القصبه وحاس بها تقيقله، هو يفرح ويتشنشن حيت ما يقيل شي نهار وما طال وهو جالس يصطاد. قال هذه ما تكون غير شي شربو او شي بوقه، هو يتعفرس معاها ويجبد يا سيدي أربعة ديال القنادل مشبكين ومكشترين ومبهدلين ما فيهم ما ينشف. قال هو ماشي مشكل نفكهم ونحكهم، وهي هذيك نطوي بها التابولة ديالي. مشى سيدي فك قنديل الأولاني حكو هو يطحلو في الأرض، هو يتخلع ويتفافى حيت خرج يا سيدي منو عبد بحال عزي. قالو سيدي مولاي فكني نغنيك، يغنيك الله ونعطيك اللي في بالك. قالو همزة ضخمة هادي. قالو ما عليك كل ليلة تشعل هاد القنادل بربعة بيهم وتعمل كل واحد في ركوم ديال التابولة ديالك وعادي تشوف اللي ما عمرك ما شتيه. هاديك ليلة طاح سعلاس، ايوا شحال ديك القنادل وعملو كيف ما قالو في الركون ديال التابولة ديالك. ويا تخرج يا سيدي من كل قنديل عيلة، واش من عيلة؟ الأولى بايضة وصافية بحال البلار، الثانية مزيونة وغزالة بحال القمار، الثالثة قتلو ما كتعرفو والو في الزاير واش عييت في قلبو نار، والرابعة أما واتوكية بلا مسمار. إيوا هذاك الليلة ما تشطيح ونضيح والقصارة، الناس ديال طنجة سمعوا داك الشيء وما عجبهمش الحال، قالوا مزيان واش الحوات ما كيكسبش حتى عشا لينا وسيدة بلالا مالي؟ لا 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 هادشي ما يكونش وما يبقاش في الناس ديالنا. مشى وشكاو به ناض القاضي عيط لديك ديك شكون هذاك الحوات، وقال له جيب لي هذاك القنادل. القاضي بيني وبينكم عجباتو المنيرة، قال وهي هذيك زول هذاك القنادل واش علوم حتى هو هذاك الليلة في الدار ديالو. ايوا عيط على الحباب وعلى الصحاب. ايوا يا سيدي اش ماش نقولكم، وتبصح شاف العجب من كل قنديل خرج يا سيدي عبد واش من عق عبد كحل وتشاطو وفي يدو الهراوة وصلخو واحد الصليخة من داكشي. لا غدا الصباح عيط من هذاك الحوات قالو اش هادشي؟ قالو ما عندي ما نعمل لك، انا دخلتي في الشغل اللي ماشي شغلك. المهم عملوا فوضى في المدينه، هي عيط للناس اللي معاه، وهذيك الليله قال ضروري نشوف هادشي بعيني. شحال هذوك القنادل؟ بربعه بيهم، وعمل كل واحد في الركون ديال القصر ديالو. ايوا بيني وبينكم ياك السلطان مقامو وشانو عالي ها لازم تهلاو فيه. ايوا من كل قنديل يا سيدي خرجوا ناس واش من ناس، وكل واحد فيهم حس دبوسة واش من دبوسة. ايوا عطاوه حتى اذن الله بالفجر، وعيط السلطان لهذاك الراجل وعطاه القنادل ديالو وهود ديك الحوت مسكين ديك مرقالة ودخل التابولة ديالو. وفي كل ليلة بقاو كيسمعوا هذاك القصارى. دازت أيام وسنين وأعوام وما بقى كيبان لا ديك الحوات لا ديك التابولة لا ديك القنادل
احتاجي حاجة، وهذه يا سيدي هي حكاية ديال سيدي بقنادة. إوا اللي كيعرفو وهذاك، واللي ما كيعرفوش ما كان عنده فرصة يعرفو يتبرك منه. ولكن بلاتي 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 بلاتي، سمعوني مزيان سمعوني مزيان، إذا مشيتو تما ديو في يدكم واحد طاجين تشربو يكون بالسوس. شكرا.